الإسلاميين في سياق خاص. فليتفضل الأستاذ المحبوب عبد السلام، وأتمنى أن يلتزم بالوقت لأن المتحدثين السابقين يعني لم يلتزم به، فأتمنى أن يلتزم به هو. شكرا. شكرا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على رسولنا وعلى سائر المرسلين، وشاكر للإخوة في مركز جزيرة دراسات هذه السانحة الطيبة وهذه المشاركة وهذا الحوار المهم. أظن أني هنا لأتحدث عن ما يسمى الآن في بعض الأدبيات السياسية التي تراقب هذه التجربة، عن تجربة أول حركة إسلامية في العالم السني تصل إلى تمام السلطة، وهذا حدث في العام 89 بعد 10 سنوات من ثورة إيران التي صعدت فيها حركة إسلامية في العالم الشيعي لأول مرة إلى تمام السلطة والدولة. ولكن كما يقول المفكر الإيطالي غرامشي، أنطونيو غرامشي، أن طريقة استلام السلطة تحدد طريقة ممارستها. فالتجارب اللاحقة التي تحدث عنها الإخوة هنا جاءوا إلى بعض السلطة انتخابا، وحتى الذين حققوا غالب المقاعد وشكلوا الحكومات الائتلافية كذلك جاءوا بالديمقراطية. إيران حدثت فيها ثورة، ولكن الذي حدث في السودان هو انقلاب، وهذا حدد إلى حد كبير طبيعة مستقبل مسيرة هذه العملية، عملية استلام الحركة الإسلامية للسلطة انقلابا. ورغم أننا كما يقول الأديب السوداني الطيب صالح نقع في أطراف العالم الإسلامي، نحن عرب الأطراف والتخوم، وينبغي أن لا نتصدى للتحولات الكبيرة، يعني مثل تجربة أول حركة في العالم الإسلامي السني تصل إلى السلطة، ينبغي أن يكون لعرب الأطراف وعرب التخوم مثل اليمن والسودان دور آخر، دور المصالحات والوساطات كما حدث في 67 وكما حدث في 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 أيلول الأسود، أن السودانيين يتدخلون ليحتووا ما يحتد بين العرب الذين كانوا يقودون في التاريخ في بغداد مثلا. وكان يقول ذلك الطيب صالح أن السودان ليس مكة وليس القاهرة وليس بغداد وليس دمشق حتى يتولى إحياء الإسلام بهذا المعنى، ولكن هذا حدث. ورغم أن الحركة نفسها في طبيعتها كما أشار البارحة الأستاذ أبو الوليد أن الحركات الإسلامية فيها كثير من الديمقراطية داخلها، وخاصة الحركة السودانية التي أقدمت على هذا الانقلاب كانت حركة أنداد، ما كان فيها مرشد ولم تستعمل أبدا لقب المرشد، كان يسميه الأمين العام للحركة، وكانت حركة ديمقراطية بكل ما تحمل الكلمة بمعنى، حتى بما في ذلك تفويض السلطات، كان فيها سلطات واسعة مفوضة، وكانت تلتزم إلى حد ما خلصت إليه التجربة التونسية اليوم، أنها كانت تستعمل الواجهات، كانت في الدعوة لها أكثر من واجهة، في العمل الإغاثي والخيري وفي عمل المرأة حتى في العمل الفكري المحض والبحثي. وهي أول كذلك تجربة شرعت مسألة المصارف الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية، فكان لها عشرات من الحركات الواجهات في المجتمع، وكان هدف الشيخ الترابي واضحا هو أن تذوب الحركة في المجتمع، وأن بعد ذلك أن يختار المجتمع الذي انبثت فيه هذه القيم الإسلامية أن يختار سياسته وأن يختار قادته ويختار أحزابه. ولكن عندما جئنا إلى ممارسة السلطة جينا كما ذكرت عبر الانقلاب العسكري، وهذا حدث لأنه كذلك الحركة قوية، هذا قانون يعرفه الذين يدرسون العلوم السياسية، أن الجهة الأقوى في الدولة إذا حدث فراغ هي تتقدم لتملأ هذا الفراغ، وهذه تفسير لظاهرة الانقلابات العسكرية في العالم العربي. ولكن الذي حدث في السودان أن الحركة أصبحت في مرحلة المراحل أقوى من الدولة بكثير، وكانت التجربة التي عندنا يمكن نسميها مجازا بالديمقراطية، ولكن هي تجربة تمثيل نيابي وتعددية قامت على بنية غير سياسية بالمعنى الحديث، على طائفة دينية، على وضع قبل سياسي، تولت سلطة بالانتخابات نعم، ولكن لم نجد فيها كثير من ملامح
الديمقراطية الليبرالية الحديثة كما نفهمها، فيحدث فيها الصراع بين الأحزاب بين الطوائف، تحدث الفراغات، تنشل الدولة وتختل في فترات طويلة جدا. ولذلك تدخلت الحركة الإسلامية في ذلك البلد. البلد ليس فيه، السودان ليس فيه دولة عميقة تقاوم وتشعل الثورات المضادة، ولكن اليوم الدولة العميقة في السودان هي الحركة الإسلامية نفسها إن جاز هذا التعبير. يعني الدرس الأول الذي نعتبر به، وهذه تجربة مهمة جدا، يعني نحن جئنا على غير مثال. يعني واحدة من المشاكل التي واجهتنا لم نجد قبلنا تجربة ننسج عليها، خاصة إذا كانت مثلا في الدول التي ينبغي أن تقود مثل التحول الحضاري الإسلامي. يعني فتجربتنا اليوم هي من هذه الناحية زاخرة جدا للدرس والتأمل والاعتبار. ويمكن كذلك أن نقول كثير مما نراه الآن في الحركات الإسلامية اعتبار بالتجربة السودانية، لا سيما التجربة التونسية نفسها. يعني ونجد في بعض الأحوال اعتبار أكثر من اللازم، يعني من شدة ما حدث يعني في السودان الناس تحفظون كثيرا جدا ويتنازلون كما ذكر إخوة أمس حتى عن السلطات التي تبذل لهم. أشار الترابي في كتاب مهم جدا من في دراسته للحركة التي أسسها وأشرف على تطويرها، أشار إلى ثلاثة مراحل. طور سماه الكمون، كانت شبه سرية، ثم الانتشار، ثم توسعت، ثم سمى المرحلة الأخيرة التمكين. والتمكين أو الأخوان أحيانا في مصر بعد صعود الأخوان كلمة خطيرة جدا. يعني كثير من إخوة أشاروا البارحة إلى أنك إذا جئت إلى السلطة انتخابا ينبغي أن تشارك الناس، يعني وكذلك إذا جئت انقلابا ينبغي أن تكفر سريعا عن الانقلاب بأن تبسط أكبر قدر ممكن من المشاركة. هذا لم يحدث لأنه نحن جئنا كما قلت بعد تجربة تعددية، فالانقلاب سرعان ما وجه بمعارضة داخلية شرسة، وكذلك بمعارضة إقليمية، دول الإقليم خدعت لأول الأمر، وهذا أمر ثاني. يعني نحن أتقننا معادلة الظاهر والباطن في الحالة السودانية، وهذا شيء مهم. يعني ولذلك برزت قيادة عسكرية في أول انقلاب، وظلت هنالك قيادة إسلامية كامنة تدير الدولة، وهذا وضع شديد الشذوذ، أنه يصعب جدا أن تدير الدولة وتحكم فيها من بعيد بالريموت كنترول. هذا حدث، كنا نتقن هذه التجربة لأنه حتى نحن أول حركة اشترعت مسألة الجبهات، شان الجبهة الميثاق الإسلامي، هذا في منتصف الستينات في الوقت الذي كانت فيه حركات إسلامية تحدث عن الفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم وعن العزلة الشعورية. نحن دخلنا في العمل الجبهة، وهو مهم في أي إطار ديمقراطي في منتصف الستينات، ثم كررنا التجربة كذلك في منتصف الثمانينات، جبهة فيها تحالف من كل الفئات التي تتراضى على برنامج إسلام، فيها متصوفة وفيها سلفيين وفيها مسلمين معتدلين وفيها مسلمين تائبين كانوا في اليسار وغيره. ثم جينا للمرحلة التمكين، فواجهنا معارضة داخلية قوية ومعارضة من الإقليم من حولنا، كل دول الإقليم حول السودان، لا سيما الإقليم الإفريقي إلى الجنوب، كينيا ويوغندا وأثيوبيا وأريتريا، والشيء للشمال مصر كذلك. فالمعارضة الداخلية والمعارضة الخارجية أوجدت في هذه الحالة، غير الحالة حالة الانقلاب، حالة الاهتمام بالأمن، وبدل أن تكون حركة متسامحة متصالحة وحركة توافق مع الآخرين، أصبحت حركة تهتم بالأمن جدا. عندنا كذلك مشكلة كانت في الجنوب، وكان هذا خطر محوري، أن الجنوب السوداني يعني كان يمثل تحدي كبير، فهذا ضخم دور الجيش. لم تتعسكر الحركة، ولكن المجتمع كله كاد أن يتعسكر، أن يصبح مجتمع جيش، بدلا نحن بدأنا تأسيس المجتمع المدني بالمفهوم المعاصر في السودان. ولكن مع تطور هذه التجربة وتطور الطبيعة التي جاءت بها، أصبح العسكرة وأصبح الأمن هم مهمة متحكم فيه. هذا طبعا بإضافة إلى الأزمات الاقتصادية. انتهى الزمن بسرعة، يعني لم أكن أتوقعها. وأخلص فقط إلى أنه عندما تطورت الحركة في هذا الوضع غير الطبيعي، شقت على نفسها، وهذا أفقد غير المرجعية الفكرية
والسياسية، بعض أفقد كذلك القيمة الأخلاقية. يعني صبر السودانيون كثيرا على الحصار الاقتصادي والدولي لأنهم رأوا قيمة كبيرة جدا في هذه الحركة التي تحمل شعار الإسلام، لكن عندما انشقت على نفسها فقدت هذه القيمة الأخلاقية المهمة يعني، ثم انتهت بأن قسمت السودان. فهذه عبر بالغة الخطر، كثير من الحركات الإسلامية تحاسب بتجربتنا وتنسب إليها، ولذلك ينبغي أن تدرس هذه التجربة. وفي تعامل الناس، أنا سمعت البارحة كلمات بالغة الخطر، أنك ما إذا أخذت الحكم الأغلبية النيابية فينبغي أن تحكم وحدك، فهذا خطر كبير جدا في بلاد ما تزال في طور انتقال، في حالة انتقال يعني. فكل العبر التي انتهت في التجربة السودانية عبر مهمة وجديرة بالدراسة. الوقت قليل في هذه القاعة، بعد الإخوة الذين شاركوا مشاركة ضخمة في هذه التجربة قد يرفدوكم الدكتور غاية صلاح الدين ببعض التجارب المهمة حول هذه التجربة. أنا سجلتها في كتاب اسمه الحركة الإسلامية السودانية، دائرة الضوء، خيوط الظلام، تأملات في العشرية الأولى لعهد الإنقاذ. إذا لم نستطع أن نقود جيدا فعلى الأقل نهديكم عبرة الخطأ. شكرا جزيلا. شكرا للأستاذ المحبوب عبد السلام على التزامه بالوقت وعلى